طيب كنا بنتكلم على البوليمورفيزم. انا بس عايز اكد على معلومه. طبعا احنا اتلخبطنا وحطينا السيرت. السيرت كانت شغاله صح. السيرت لما بتجيب فولس بتطلع ايرور. احنا نسينا بس وانا تنسيت وانا شغال. السيرت اللي بتطلع ما هي السيرت بتطلع ايرور لما بتجيب فولس. ده صح فكانت مظبوطه يعني. احنا مش عايزين كده، عايزين ايه فعلا؟ عايزين نعدي يعني. طيب يبقى البوليمورفيزم يا شباب الخلاصه ان الكود مكتوب، لكن انت بتحس ان هو كود مكتوب بيعمل حاجه واحده، بس هو بالفعل بيعمل اكتر من شكل وبيشتغل كل مره بشكل مختلف عن المره اللي قبلها، فده بنسميه البوليمورفيزم. هل في اي سؤال او استفسار او زياده اقتراح ولا تمام؟ لا واضح يا دكتور. بس بي. بعد البوليمورفيزم في حاجه اسمها ده اخر موضوع ان شاء الله هنغطيه، اسمه بايثون اوبريتور اوفر لودنج. البايثون اوبريتور اوفر لودنج يعني قال لي يعني ايه؟ طبعا احنا لينا حق نعمل في اي ميثود نعمل حاجه اسمها اوفر رايد. اوفر رايد صح؟ بنقول اوفر رايد ممكن تتعمل للبلت ان فانكشنز، وتتعمل برضو للفانكشنز او الكلاسز اللي احنا عاملينها عادي. ماشي، ده نقدر نعمله، ده نقدر ايه؟ ده نقدر نعمله. ففكرته في الاول وفي الاخر ان احنا بنقدر نعمل اعاده صياغه. تمام؟ بنقدر نعمل اعاده ايه؟ اعاده صياغه. تمام؟ طيب فلو احنا مثلا اديكم مثال بس على قبل ما اخش على الاوبريتور. عشان بس ايه احساس انك هتفرق معاكم شويه، انا هفكركم بحاجه كده وبعد كده اشتغل على الاوفر لود. المثال او الفكره ببساطه، انا لو عندي كلاس سميت كلاس حتى عملته باسكت. ماشي؟ يعني عارفين طبعا عملنا سي 1 بتساوي كلاس 1، بقى قبل كده ان في بعض الحاجات موجوده اصلا بسبب ان هو اصلا كده كده وارث من اوبجكت، صح ولا ايه؟ زي الكلاس، زي الديليت اتريبيوتس، زي الديكت، زي الداير، زي الدوك، زي الحاجات دي، صح؟ زي الاس تي ار، زي السايز اوف. لو جيت على الاس تي ار مثلا قلت له برنت، وجيت له قلت 5، هيطلع لي المنظر ده صح؟ فيس درابر مش عارف سترينج اوف كلاس 1 الاوبجكت وكذا، وبيدي له الهاش بتاعه، صح كده؟ ماشي. لو جينا قلنا سي 1 دوت، او كان في مثلا احنا بشويه كنا اخذنا فانكشنز خاصه بالكلاس نفسه، هي سي اسمها ايه؟ في مثال لسه واخدينه النهارده عايز اقوله عشان يبقى اللي هو المارو. المارو صح؟ يعني قلت مارو بس عمل لها بريند بس.
قلنا مش السي 1، فول كلاس 1 صح؟ خليه جوه الكلاس مش جوه والى اخره. اي كلاس انت بتستخدمه وارد يكون الكلاس ده ليه بيلت ان فانكشن، وارد تكون انت عايز تعدلها. يعني لو انا مثلا جيت على سبيل المثال وعايز اعدل، يعني هقول مثلا ديف اندرسكور اندرسكور اس تي ار اندرسكور اندرسكور واقول له سيلف ماشي، وجاي قايل له ريتيرن اقول مثلا كلاس 1 مثلا، اقول له نيم اوف كلاس از كلاس 1 مثلا. هل ده ينفع؟ سيبك من المره دلوقتي خلينا في اس تي ار بس، خلي الموضوع بسيط. هل ده ينفع؟ لاحظوا ان هو بدا يقول لك ايه، ان دي حاجه ودي حاجه. يعني الاس تي ار دي حاجه والميثود اللي انت عايز تعمل لها او يسمى ديفايننج حاجه ثانيه، يعني دي كده ودي كده. دي في الاصل فانكشن صح ولا ايه؟ يعني انا جيت عملت كده الاقي بيقول لي ماشي صح ولا ايه؟ انا عايز يفرق ما بين النوعيتين، يفرق ما بين الايه؟ ما بين النوعيتين. خد بالكم من اللقطه دي. لكن انا في حد ذاتي قادر ان انا اغير برضو في دي وفي دي، يعني اقدر اغير في الاصل، بس الاصل ده مبني فين ومبني ازاي؟ دي قضيه مهمه. ماشي، دي قضيه مهمه ان انا ابقى عارف اصل الموضوع جاي منين او بقدر اغيره منين على اساس ان هو سواء كان بلت ان او كان انا اللي عامله. بقدر اعمل دي واقدر اعمل دي، ماشي؟ بس الفكره كلها في ان انا اللي بشتغل ده، انا اللي بعمل ده، انا اللي بغير ده، انا اللي بغير الاسلوب او بغير الطريق، انا اللي بغير الاسلوب او بغير الايه او بغير الطريق. طب انا عاوز بس ببساطه اغير حاجه بسيطه جدا، اغير حاجه بسيطه جدا. لو انا جيت في الكلاس ده بسميه كلاس 1، طبعا احنا عندنا فانكشن اسمها لين، عارفين فانكشن اسمها لين صح؟ ترجع لك عدد ولا غلطان؟ اللي هي لو انا جيت مثلا قلت برنت لين وقمت مديله كلاس 1، طبعا هو مش هيعرف، هو لين طبعا عايزه تعد الايه؟ عايز تعد تابل ليست سيت اي حاجه من الحاجات دي صح؟ لو جيت رن هيقول لك ان الاوبجكت ده ما فيهوش لين. الاوبجكت ده ما فيهوش ايه؟ لين. افترضنا انا عايز اعمل لين، قام جاي قايل ديفاين وعامل اندرسكور اندرسكور لين اندرسكور اندرسكور واعمل له سيلف واقدر اقول له ريتيرن اي حاجه بقى. مثلا الكلاس ده مثلا لو كان في لسته ممكن اعد الليسته، يعني مثلا لو الكلاس ده فيه مثلا اسماء او في اي حاجه من الحاجات دي احنا ممكن نقدر نعدها. يعني مثلا لو هنا سيلف دوت كاستمرز مثلا عملاء، والعملاء دول مثلا اي اسماء احمد وكريم وغيره وغيره وغيره. فطبعا حتى لو انت عملت كده مش هتقدر تعمل لين صح؟ لان لين هنا بتقيس مين؟ الكلاس كله، ما تعرفش ان جواه لست عايز تعدها صح ولا ايه؟ لو جيت عملت رن هيقول لي مفيش حاجه اسمها لين. طيب انا عايز اعمل لين لمين؟ لدي. عايز اعمل لين لايه؟ لدي. فانا اقدر اقول له لين، اما تيجي تداري على لين رجع لي لين لمين؟ للسيلف دوت كاستمرز.
كده انا عملت ايه؟ دي اسمها اوفرلودنج، عملت اوفر رايدنج. اسف فكرت موضوع الاوفر رايدنج احنا شرحناه قبل كده، بس انا بس بديها على مثال اللي هي اوفر رايدنج على بيلت ان فانكشن. على بيلت ان ايه؟ الفانكشن موجوده في اصل لغه البايثون، انا غيرتها وخليتها تشتغل باسلوب مختلف لان دي المفروض بتطلع ايرور، لان اللينير ما بتشتغلش مع الكلاسز اصلا. اللينير ما بتشتغلش مع مين؟ اي شباب معايا؟ اللينير ما بتشتغلش مع كلاس، اللينير عايزه كوليكشن، عايزه اري، عايزه ليست، عايزه دبل، عايزه تعدها. تمام. فبالتالي هي هتطلع ايرور. انا عملت ايه دلوقتي؟ خليت اللين دي تتغير، عملت اوفر رايدنج، يعني عملت اعاده صياغه ليها، وبالتالي خليتها تعد حاجه ثانيه، خليتها تعد حاجه ثانيه خالص. وبالتالي لما جيت اطبع دلوقتي بدوس كده اف 5 اوبجكت اوف تايب از نولين واي واي. انا عملت دلوقتي، انا عملت دي ديفينيشن لللين، عملت ديف لين فانكشن على سيلف صح؟ ويب بتريتيرن عدد العناصر الموجودة عندي. يا دكتور لو سمحت، هو مش الاوفر رايدنج ده بيبقى يعني إعادة صياغة لميثود نفس الميثود؟ طب أيوة نفس الميثود. فين؟ قول 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 اللي عندك، مش ممكن أكون أنا ملخبط حاجة عشان هي ما اشتغلتش معايا، المفروض كانت تشتغل معايا. المفروض كده انا بعمل يعني بعمل يعني المفروض تكون موجوده الاول الميثود موجوده الاول وانا بعمل لها اوفر رايدنج، بس هي حضرتك كاتب جنبها هنا على طول وهي مش موجوده فوق اصلا. ده اللي انا مش انا مش فاهم انت السؤال التاني، معلش قولي تاني. كاتب هنا في السطر بتاع اوفر رايدنج عند ايه؟ عند ال يعني؟ اه تمام. هو المفروض انا بعمل مش اوفر رايدنج، الميثود موجوده اصلا من قبل كده؟ طب هي فين قبل كده؟ لين انا مش واخده بالي. ما اللين دي الاصليه، اللي هي اصل اللين. انا لو انا عندي قصدك بلت ان يعني حضرتك موجوده يعني، فدي اصلا دي اصلا موجوده. لما كنا بنيجي نعمل مثلا زي الكاستمرز دي تمام، وجيت قلت له برنت اللين كاستمرز، اصلا ايه اللي انا غيرته فيها عشان كده عملت له اوفر رايدنج؟ غيرت فيها ايه بقى؟ خليك معايا الاول إيه؟ قبل التغيير بس افكرك بيها اصلا قبل ما نقولها غيرنا فيه. ماشي؟ انا قلت ايه؟ كاستمرز احمد وكريم، وقلت له برنت اللين اللي هي مين؟ كاستمرز صح؟ قلت له رن بيجيب لي اثنين. دي اصل ايه؟ ايوه اصل اللين. فاللين دي اصلا بلت ان فانكشن. دي ايه؟ بلت ان ايه؟ بلت ان فانكشن مش محتاجه مننا اصلا تعديل، مش محتاجه مني اصلا في الاصل تعديل من حاجه، هي شغاله كده. تمام. لكن لما انا باجي استخدمها نعم. بقول لحضرتك انا جيت هنا بقى عملت لها اوفر رايدنج فين؟ يعني ايه التغيير اللي حطيته فيها؟ التغيير اللي ايه؟ اللي عملته فيها. التعديل اللي انا عملته فيها ان بقت بتعد كاستمرز جوه كلاس، ودي مش طبيعتها، هي بتعد على طول كاستمرز ماشي، لكن ما تعرفش تعدهم لما يكونوا جوه كلاس. ما اعرفش من كده بلاش، هي ممكن تكون ملخبطات. خليتها ترجع ثلاثه، فالمفروض لما اجي اقول له لين الكلاس، المفروض لما اجي اقول له كده لين كلاس 1، هيلاقي ان اللين بترجع كام؟ 3. ملوش دعوه بقى هي بترجع 3 بس، او بتعمل اي عمليه اخرى تمام، او بتعمل اي عمليه ايه؟ اي عمليه اخرى، هي ما بتفهمش. فهمتيها ولا ايه؟ ايوه يا دكتور فهمت. هي كده اسلوبها اتغير. تمام. هي ما اشتغلتش معايا اصلا، عشان كده انا بقى مستني اشوف الغلطه فين. ان هي بتضرب معايا. انا اللي بفهم. طيب بس احنا فهمنا فكرتها، يعني فهمت فكرتها؟ يا دكتور فهمت. هو لسه معترض معايا على لين كلاس، هو برضه مش قادر
لان كلاس ايه؟ لان سي 1 اسف، احنا كلاس ود كلاس دي كنت بوريكم الاصل. ايوه سي 1 لان سي 1 ماشي؟ لان سي 1 بسم الله كده. طيب بترجع لي كام؟ صح؟ ثلاثة. تمام؟ لو قلت له 39 فهي بترجع كل مرة بترنها بترجع 39، دي مالهاش دعوة. دي معناها أنا عملت إيه؟ أوفر لاين لبيلت إن فانكشن، هي كانت شغالة بأسلوب أنا بوظتها، خليتها شغالة بأسلوب تاني. خليتها شغالة بأسلوب إيه؟ بأسلوب تاني خالص. وخلاص حد في حاجة عندي. ماشي؟ تمام. وصلت الفكرة دي؟ أيوة يا دكتور. احنا بنتكلم على ايه بقى؟ الاوفرلودنج. بنتكلم على اوبريتور اوفرلودنج. طيب ايه علاقه ده بالاوبريتور اوفرلودنج؟ اقول لك انا. الاوبريتور معناه مش بيلت ان فانكشن، لا يا باشا. ده انت بتغير في البيلت ان اوبريتور. انت عارف يعني ايه اوبريتور؟ يعني الزائد الناقص الضرب القسمه العلم، فاهمني؟ يعني الزائد بتعمل حاجه انا هخليها تعمل حاجه ثانيه. او الناقص بتعمل حاجه خليها تعمل حاجه ثانيه. لاني بغير في اصل الاوبريتور. بغير في اصل مين؟ الاوبريتور مش بس الفانكشن. دي من ضمن الحاجات المهمه. فهمتوها ولا ايه؟ هناخد عليها مثال طبعا عشان بس فهمتوا الجمله الاول ولا الجمله كانت صعبه؟ لا يا دكتور تمام. تمام يا دكتور. طبعا انا عارف اللي هتدور في دماغكم ليه بنعمل كده؟ يعني ليه بنعمل اوبريتور اوفر؟ زائد طول عمرها زائد. صح؟ اديكم مثال مباشر. انا لو عندي كلاس اسمه بوينت. انتوا عارفين البوينت؟ اي بوينت بتتعرف بالاكس والواي او الليفت والتوب في الكمبيوتر يعني. اي نقطة موجودة على جهاز الكمبيوتر بنعرفها بالاكس والواي او الليفت والتوب، يعني مثلا المؤشر ده واقف فين يا شباب؟ بنقيس من الليفت من هنا اهو لغاية هنا كام بيكسل، ومن فوق هنا من التوب لغاية تحت هنا كام بيكسل، وبالتالي بنعرف النقطة. ماشي، وبالتالي بنعرف الايه؟ وبالتالي اي بوينت عبارة عن اكس واي. اي بوينت بتتعرف باكس واي. يعني بالنسبه للكره الارضيه لو انت عايز تعرف اي نقطه بنعرفها بحاجه اسمها اللونجيتيود واللاتيتيود، صح؟ اللي هي انه نقطه على الكره الارضيه من خط العرض وخط الارتفاع اللي هي الاكس والواي اللي هي الليفت والتوب، وكذلك اي فكره بتاعه اي بوينت. ماشي؟ ماشي؟ تمام. هديفاين الكونستراكتور ثواني بس هرد على الكلام بعد اذنك. ثواني معايا كده يا شباب؟ معايا كمان. انا بقول ايه بقى؟ او جاي قايل هنا اكس وهنا ايه؟ واي ليفت توب. يعني لما تيجي تعرف اي بوينت تديني الاكس والايه؟ والواي. ماشي؟ معايا كده؟ اقول له سيلف اكس بتساوي الاكس اللي انت بعتها، وسيلف دوت واي بتساوي الواي اللي انت ايه؟ بعتها. ماشي كده؟ وخلصنا. لو جيت عرفت بقى بوينت 1 بي 1 بتساوي بوينت، عرفتها من كلاس البوينت، والبوينت دي هتبقى عند مثلا عند 15 من الليفت و20 من التوب، ماشي؟ وبي 2 عبارة عن 20 من الليفت و20 من التوب. حلو كده؟ وجيت قلت له برنت البوينت 1 زائد بوينت 2. فكروا لي كده ايه اللي ممكن يحصل هنا؟ حد يرد عليا لغوني. بنفكر ايه يحصل؟
مش عارف الصراحة. طول عمرها الزائد بتعرف رقم زائد رقم، لكن بي 1 عبارة عن كلاس او اوبجكت من كلاس، وبي 2 عبارة عن اوبجكت من كلاس، والزائد ما بتعرفش تجمع الكلاسز او الاوبجكتس مع بعض، مش تعرف كونكشن يعني يا دكتور. نعم ما فيش سترينج هون، ما هيش هتعمل سترينج اسمه كونكات، ده ولا كونكات ولا اي حاجه خالص. صح ولا ايه؟ ما هو كده البوينت هيبقى طول مع الطول، وزي ما يكون الاكس مع الاكس والواي مع الواي. طيب واحنا لو عملنا برنت قالوا له خلي الموضوع ده، خلي الموضوع بسيط، انا لو جيت عملت رن ببساطه هيطلع عيب. ليه يا عم؟ هيقول لي انسبورتد وبراند. وبراند يا جدعان، البراند يعني الطرف، فاهم؟ ده اسمه براند وده اسمه براند وده اسمه اوبريتور. فبيقول لي انسبورتد وبراند تايبس اللي هي البوينت دي، انا مش عارف اجمع البوينت على البوينت، مش عارف اجمع القرش على القرش واكون الجنيه، مش عارف احوش يعني. هو مش عارف يجمع لانه البوينت بالنسبه له حاجه مش معروف كبلس كاوبريتور. ماشي، كاوبريتور مش عارف هو. فمعناها ان انا لازم اعيد اعمل اوفررايدنج للبلس، بحيث ان البلس تعمل حاجه ثانيه، بحيث ان البلس تعمل حاجه. اعملها ازاي دي بقى؟ هم جاي كاتب دفر، ماشي، واندرسكور اندرسكور اد اندرسكور اندرسكور، واقول له سيف، ماشي. سيلف يعني اللي بينادي، تمام، والسكند الثاني. طبعا احنا عارفين هم كنا غير كلمه سيلف، صح ولا زعلانين منها؟ احنا بنسميها سيلف ده المشهور، لكن احنا ممكن نغيرها نخليها الفيرست والسكند، ممكن نخليها الفيرست والايه؟ فيرست والسكند، ممكن نخليها كده كده مثلا، ماشي. ومعامل ايه مثلا؟ اقول له بقى بص، الاكس الجديده بتساوي مثلا بتساوي الفيرست دوت اكس زائد السكند دوت اكس، يبقى جمعت الاكس دي والاكس دي، والواي الفيرست دوت واي زائد السكند دوت ايه؟ واي دوت واي. جمعت الاكس مع الاكس والواي مع مين؟ مع الواي. لذلك جالي دلوقتي اكس جديده واي جديده. فممكن اما اجي اقول له ريتيرن، اقول له ريتيرن بوينت يعني اوبجكت من البوينت ده، ابعت له الاكس وابعت له الواي اللي هي الاكس الجديده والواي الايه؟ تمام. والواي جديد يعني بعت له بوينت جديده. يعني لما اجمع اثنين بوينت بتديني بوينت ايه؟ جديده. بوينت مختلف. فهمت انا عملت ايه؟ ايوه بقى بي 1 دي بقى بالنسبه لي الفيرست، وبي 2 ده بقى بالنسبه لي مين؟ سكند. يعني ده الفيرست وبراند وده السكند وبراند. الفيرست وبراند هياخد منه الاكس، والبوينت 2 هياخد منه الاكس، ويجمع الاكس على الاكس تطلع اكس جديده. وبعد كده يجمع الواي بتاع بي 1. فجاي يجمع الواي بتاع بي 2 ويحطهم جوه واي، اصبح معايا اكس جديده وواي ايه؟ جديده، يقدروا يكونوا بوينت جديده، فقلتوا خلاص رجع له بوينت جديده عباره عن الاكس والايه؟ عباره عن الاكس والواي. لو جيت كده دوست اف 5 المره دي ما ايه؟ ما ضربش. الزائد زي ما انا قلت لحضرتك كده. نعم؟ زي ما قلت برضه هيجمع الاكس مع الاكس والواي مع الواي. ايه؟ غير ما اعرف. ايه؟ ما تعرفش ايه؟ احنا اللي الفنا الكلام ده. انا ممكن اعمل ايه؟ لا ما انا ما قبل ما انت تالف يا دكتور.
قوة إلا بالله. طب ثواني بس هجمع السؤال معلش بس. خلاص هعمل حاجة مختلفة خالص، أجمع الإكس على الواي والإكس على الواي، محدش في حاجة عندك. هاخد الأكبر في الإكس أو الأكبر في الواي، محدش في حاجة عندي. يعني مثلا ممكن يكون فكرتي إن أنا أقول إيه؟ إف يعني مثلا إيه؟ هقول له فكرتي، بص خد بالك أنا بألف الفكرة اللي أنا عايزها. تمام معايا ولا ايه؟ معايا كده. ايوه يا دكتور. طيب انا بألف دلوقتي الفكره اللي انا عايزها، فانا ممكن اقول لا النقطه الجديده مش هتبقى مجموع ده زائد مجموع ده. اوه تمام. مش عايز اعملها مجموع ده ومجموع ده ولا اي حاجه خالص. كنت عايز اعمله لا، انا هقول لو اخلي النقطه بتاخد الاكس الاكبر والواي الايه والواي الاكبر. فهمتوا؟ يعني هي الفكره العامه انها تعمل حاجه لوحدها وبريشه لوحدها، تعمل حاجه اللي على مزاجي لان الزائد غلط. أيوة. اصلا تمام. أيوة. فانا بقول له اف الفيرست اكس اف ان الفيرست دوت اكس اكبر من الايه السكند دوت اكس، ماقعدش زائد بقى. اه فهمت. رجع لي الاكس بتاع السكند. يعني من الاخر هات لي لو الاكس بتاعت الفيرست الاكبر ماشي، لو الاكس بتاعت السكند الاكبر ماشي، والنقطه الثانيه قلت له نفس الايه؟ نفس الكلام. نفس الكلام لو الواي الاكبر بتاعت الفيرست هاتها، لو السكند الواي بتاعت السكند الاكبر هاتها. وبالتالي هعمل ايه؟ يبقى كده البوينت الجديده بتاخد المسافات الابعد، بتاخد الاكس الابعد والواي الايه؟ والواي الابعد، وبتعمل نقطه جديده. صح كده؟ طبعا البرنت بتاعت الزائد عامل المنظر ده. عملت المنظر ده. لان هو ده المنظر بتاع طباعه الاوبجكت، ملهاش دعوه. يعني لو انا جيت عملت برنت 0.1 ادي برنت البوينت 1 وادي برنت البوينت اللي هي النتيجه. صح؟ صح ولا ايه؟ يعني دي برنت البوينت 1 ودي برنت البوينت 2 ودي برنت المجموع بتاعهم. يبقى دي برنت الايه البوينت 1 وادي برنت البوينت 2 وادي برنت المجموع بتاعهم، ملهاش دعوه. دي شكل العرض اصلا بتاع اللي هي الاس تي ار اللي هي سترينج، هي البلت ان فانكشن اللي اسمها سترينج. يعني لو انا جيت عملت كده دوت اندرسكور اندرسكور اس تي ار اندرسكور اندرسكور، هي دي. تمام. هي دي. فاهمني؟ تعمل كده. انا ممكن اغيرها. ممكن ان انا ايه؟ اغيرها. اعملها الحركه اللي قلت لكم من شويه. اللي هي ان احنا بنقدر نعمل حاجه اسمها بنعمل ريديفاين البلت ان فانكشن. صح؟ يعني اقدر اقول له اندرسكور اندرسكور اس تي ار اندرسكور اندرسكور. صح؟ وادي السيرفر كده. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هغير اسلوب الطباعه بتاع اي بوينت. هغير اسلوب الطباعه بتاع اي ايه؟ بوينت. بتاع اي بوينت. بدل الشكل ده انا مش عايز الشكل ده بس، انا عايز اعمل ايه؟ عايز يطبع لي الاكس بتساوي كذا والواي بتساوي كذا مثلا. فانا اقول له ريتيرن، اعمل على فانكشن كده
حول الاكس بتساوي سيلف دوت اكس، صح؟ مسافه كوما الواي بتساوي سيلف دوت واي. ايه رايكم في الشكل ده؟ هيبقى شكل كويس، صح؟ ماشي. تعال نجرب مع يبقى اف 5. يبقى البوينت الاولى جات لي 15 20، البوينت ده كانت 20 20، الكلام ده صح؟ 15 20 والثانيه كانت 20 ايه؟ 20 20. طب الجديده بقت ايه بقى؟ خدت الاكبر في الاكس اللي هي 20، وخدت الاكبر في الواي اللي هي الايه؟ ال 20. بديت نقطه جديده اللي هي 20 20. طبعا دي الزائد. طبعا انت ممكن تغير الناقص، وممكن تغير العلى، وممكن تغير فاهمني، ممكن تغير كل الكلام ده. يعني انا مش استعملها اصلا يا رب. انا حرام عليك لما انا بديك مثال سؤال يتسال. انا جايب مثال، انا عامل كلاس اسمه بوينت وعايز اعمل جمع، ومفيش حاجه اسمها جمع كلاسز ولا طرح كلاسز، بس انا عايزه يشتغل عشان اطلع بوينت جديده، فاضطريت ان انا اغير الاد. ده مثال واضح جدا اهو. ماشي. وجربنا قبليها ان احنا نجمع كلاس زائد كلاس ضرب، صح؟ جربنا نجمع كلاس زائد كلاس ضرب، فاحنا عدنا صياغه الزائد. الزائد دي ما فيش حاجه اسمها زائد، وتبقى واخدك وتبقى واخدك من اوبجكت منها وشمالها، هي بتشتغل زائد تاخد رقمين منها وشمالها. معلش قبل ما نجمع بس يا دكتور، نجمع ايش؟ ما انا بعيد لك المعلومه عشان تثبت الزائد، خلاص؟ انت وغيري طبعا. فالبلس مش قادره تشتغل مع الكلاسز، ولذلك احتاجنا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نعمل اوبريتور اوفرلودنج، نغير شكل الاوبريتور عشان يفهم باسلوبنا اللي احنا عايزينه بقى. الزائد تبقى ليها مزاج عندنا، الناقص تشتغل باسلوبنا، الضرب تشتغل باسلوبنا. يعني دلوقتي لو جينا ضربنا، لو جينا عملنا كده مثلا، لو عملنا كده عشان تفهميها، لو جينا عملنا كده ايه اللي هيحصل؟ هيطلع ايرور، صح؟ ايوه اهو طلع ايرور. طب لو انا عايز اشغله، هو دي بقى قضيه، صح؟ اشيل اد بقى دي، صح؟ اوبريتور اوفر لودنج في البايثون. لا، هعمل اوفر رايدنج او اوفر لودنج مين؟ اوبريتورز ليست. انا عايز الاوبريتورز ليست. ايوه دول اللي هي الزائد احنا بنعملها بمين؟ بدي. انا اقصد ان انا اوريكم الاشكال. مش عايز كل الكلام ده، انا عايز بس التيبل اللي هو حاجه تتعب بقى. المواقع كلها باظت بسبب الاعلانات السيئه دي. مش عارف الجدول ده فيه المعلومه اللي انا عايزها ولا لا. بس هو جاب الحاجات اللي هي كومبليتيد، يعني دي ليها معنى، فاهمني؟ يعني ناقص بتساوي، عايزه تغيريها تعملي ايز ايه؟ اي سب، فاهمني؟ زائد بيساوي اي اد، ضرب بيساوي اي مالتي. طبعا من غير ما نرجع، طبعا لو احنا عايزين الناقص بس بتبقى من غير ايه؟ من غير اي. عايزين الزائد بس من غير ايه؟ من اي. ضرب بس من غير اي، فاهمني؟ وهكذا بقى الايه الاوبريتورز، ماشي؟ تمام. يعني لو احنا دلوقتي عايزين نغير الماينس هيبقى اسمها سب ديستراكشن. رجعنا لاصل الموضوع هنا، بس نحط شيل الاد ونحط سب. لو عملنا كده وخلينا دي خليناها سب، ممكن
ممكن اغير الفكره بس اخد الصغير. ايوه خليها بس عشان ما نضيعش وقت نكتب جديد يعني. يعني من الاخر المانس بيجيب لك النقط الاصغر يعني. يعني هجيب لك 15 و20. او انا هغير هغير العشرينات عشان بس يبقى المثال بعيد، اخلي 30 ودي 50 عشان يبقى فيه تباين في الارقام. فالزائد طبعا هتجيب لي 30 50، بس انا عايز واحد كبير واحد فوق واحد تحت يعني، خلي ده 30 وخلي ده 12 ماشي. فالزائد هتجيب لي كام؟ 30 50، والناقص هتجيب لي كام؟ 10 20 صح. والناقص مش هتضرب بقى المره دي لان انا عملت لها ايه؟ ريديفينيشن. عملت كده في 5 هتلاقي ان الزائد جابت لي 30 50 والناقص فعلا جابت لي 10 20 وهكذا بقى. اقدر الناقص بقت شغاله، الزائد بقت شغاله، ممكن اشتغل في الضرب وممكن اشتغل في اي حاجه حسب بقى ما انا محتاج ماشي. طبعا احنا كده الحمد بحمد يعني بحمد ربنا يعني قدرنا نخلص ان شاء الله الجزء اللي احنا كنا عايزين نقوله في البرمجه بتاعه البايثون كمستوى اول. لكن طبعا البرمجه ما بتنتهيش، البرمجه ما بتنتهيش، ودي كانت من اهم اللي انا قلته خلال الكورس. انا وجهه نظر ان ده من اهم الحاجات اللي لازم تغطيها كمبرمج. لكن مش بس في موضوعات مثلا يفضل انك تغطيها برضو سايبها لكم، زي مثلا البايثون اتريتور يا ريت تبص عليه، البايثون جنريتور، البايثون كلوجر، البايثون دوكريتور. الدوكريتور ده مهم. البايثون بروبرتي، احنا خدنا البروبرتي لكن في اشكال ثانيه للبروبرتي ممكن نعملها مختصره بصوا عليها. في البايثون ريجولار اكسبريشن، في البايثون ديت وتايم. كل الحاجات دي مش بس طبعا دي الحاجات اللي هي البيلت ان قوي، لكن طبعا عندنا برضه حاجات اقوى زي الجيسون وزي اتعامل مع السي اس بي فايلز واستعمل يعني. يعني في موضوعات كتير. اللي قصدي من كلامي ان احنا ما خلصناش، لكن احنا عرفنا كل الاسس اللي تخليك عارف برمجه بايثون. فهمتوني؟ نعم. احنا عرفنا بس كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعرف ان احنا كده عارفين برمجه بايثون، لكن احنا محتاجين ان شاء الله ان احنا نكمل. فباذن الله احضر لكم